السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو دوت هنتعلم مع بعض إزاي نعمل سيموليشن للسيستم بتاعنا، بس مش هنستخدم الموديل المرة دي، هنستخدم الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم. يعني إيه السيستم لما بيبقى كومبلكس وكده؟ مش كل شوية مودلز كتير، لا، ترانسفير فانكشن واحدة بتتلخص السيستم كله. إن شاء الله نفتح برنامج سيمولينك. ده برنامج سيمولينك قدامنا، هنكمل على اللي إحنا عملناه المرة اللي فاتت. دلوقتي طبعا الانسس واحد ده هي الستيت سبيس ريبريزنتيشن بتاع السيستم بتاعنا، تمام. هاجي هنا كده، نقول يعني نشوف ثانيه، نشوف الماي اور ترانس فانكشن بتساوي تي اف بتاع الانسس واحد، مظبوط. ادي الترانسفير فانكشن بتاعتنا. هنا الكوفيشنت هنا واحد فوق البسط، وهنا واحد، وهنا 7/10، وهنا 20. هنخش على برنامج السيمولينك. فتحت السيمولينك، هنعمل سيف للديزاين ده ان يكون، وبعد كده نعمل نيو موديل، نقفل ده ونخلي ما ماشي. وبعد كده هنيجي هنا ونعمل هنا ترانسفير فانكشن في الترانسفير فانكشن. ترانسفير فانكشن اهي، دي ترانسفير فانكشن بتاعتنا، تمام. الانبوت بتاعنا اللي هو السورسز، اليونت ستيب كالعاده، تمام. والاوتبوت بتاعنا هيكون السكوب. نوصل ده كده وده هنا كده. هنيجي هنا نخش على الترانسفير فانكشن فوق واحد، وهنا لو نفتكر هنا واحد وسبعة من عشرة كام؟ وعشرين، يبقى واحد سبعة من عشرة وعشرين. نضغط اوكي. هاي الترانسفير فانكشن بتاعتنا. اليونت ستيب بتاعتنا كانت واحد، مظبوط. وبعد كده نعمل سيموليشن. نلاحظ نفس الكاركترستكس بتاعت الموضوع بتاعنا. طبعا هنعدل هنا السيموليشن موديل بارامترز سوبر ديتيلز 0.1 01، وبعد كده نضغط سيموليشن تاني. نلاحظ نفس اللي حصلنا عليه بالظبط لما استخدمنا الموديل. وكده ان شاء الله خلصنا الجزء الاولاني من الكورس. وبعد كده نخش بقى على الكنترولر، ازاي نتحكم في البارامترز بتاعه السيستم، وايه هي البارامترز بتاعه السيستم اللي احنا محتاجينها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.